مساء الخير أعزائي المشاهدين. كثير عم يسألون خصوصاً بالاستوديو هون عم يسألوا عن موضوع آلام أسفل الظهر بسبب الجلوس لفترات طويلة وحتى الوقوف لفترات طويلة. اليوم راح نزيد، طبعاً حكينا عن الموضوع بشكل مكثف في مرات في حلقات سابقة، اليوم راح نزيد الحديث عنه بتمارين بسيطة وسهلة وبس بحتاجة 10 إلى 15 دقيقة بشكل يومي منكم. التمارين حبدأ مثل ما كنتم شايفين على الكرسي، أنا راح نخاطب اليوم خاصة اللي بيقعدوا على المكاتب خلف الديسكات. فإذا راح نبدأ بالتمارين على الكرسي، التمارين لازم تكون كلها بهدوء وبأريحية تامة. الجلوس بشكل مستقيم، الظهر مستقيم، راح نفتح الأكتاف إلى الخلف مع أخذ الشهيق. الزفير راح يكون بهذا الشكل، شوفوا الأكتاف إلى الأمام، الصدر قدر الإمكان مطبق إلى الخلف لإعطاء أكبر كمية من الزفير إلى الخارج. فإذا ثلاثة أربعة خمسة، آخر مرة ستة. بس هذا كان تمرين للريلاكسنج، رح نشوف انه عم يشغل فيه بشكل لطيف عضلات منتصف الظهر، عم يشغل فيه عضلات الاكتاف، رح نشغل فيه نحسن الدورة الدموية بالنسبة الى الرقبة، وبالتالي انتعاش لمعظم الكتف وحتى الرقبة رح نحس فيها ان شاء الله. التمرين الثاني رح نكون فيه للي عندهم عم يحسوا من الخدر بالاقدام، بالاضافة لنشغل فيه الاكتاف اكيد. رح ناخذ الاصابع التشابك بهالوضعية، نحاول ننزل فيها لتحت ونحاول نشد الركبة إلى الأسفل، رح يؤدي لشد في الأكتاف بشكل جيد. رح حاول خلي الشد شوي، نطلع إلى الأعلى، تقريب الركبة قدر الإمكان من الكتف. هذا التمرين بأكد بقاء الظهر منتصب، إلا في هالحالة رح يكون في انحناء قليلا إلى الأمام، لا بأس، هالشي رح يفيد أسفل الظهر. ثلاثة أربعة خمسة، تمرين القدم الأخرى. طبعا اللي بيكون عنده شد، خصوصا المشاكل اللي عندهم عم يعانوا من مشاكل أسفل الظهر بسبب الجلوس الطويل حكينا عنه، إن شاء الله هتكون أيضا حلقة خاصة على الموضوع الكرة الهوائية ممكن نستخدمها بدل من الكرسي في المكاتب. أيضا اللي عنده مشاكل بأسفل الظهر، هذا النوع من التمرين فقط يسويه بهدوء، وأنا إن شاء الله متأكد أنه رح يكون في عنده أريحية كبيرة، وحتى رح يرتاح نفسيا أثناء القيام به، لأن رح تروح الألم بشكل كبير. التمرين الآخر رح نفتح فيه الأقدام بهذا الشكل، ممكن نسوي بطريقتين، إما أنه نضع اليدين على الكتفين يبقى الظهر منتصب، رح ننزل لتحت، شوف الظهر منتصب مانو معوج إلى الداخل أو مقوس، وإنما بشكل منتصب تقريبا، نطلع فيه لفوق اثنين، لفوق ثلاثة، لفوق أربعة، لفوق. ايضا اللي بحب شوي يزيدها في شد عضلات الفخذ الداخليه او حتى عضلات اسفل الظهر شوي يعمل لها ستريتشنج، ممكن ينزل مع ضغطه صغيره الى الاسفل بهذا الشكل ويطلع لفوق بهدوء. اثنين بهذا الشكل. طبعا يفضل ما تكون حركات اللي فيها ضغط ستريتش ما تكون كثيره. التمرين الاخر ممكن نسويه، راح نشغل فيه اكثر عضلات الكتف وعضلات على الظهر، راح ننزل لفوق بهذا الشكل، شوفوا اليدين بموازاة الرأس، ما راح تكون اليدين إلى الأسفل إنما بموازاة الرأس، نطلع لتحت. نعيد، تركز هون على التنفس، نعطي الزفير بهالوضعية، ناخذ الشهيق بهالوضعية. ثلاثة أربعة، آخر مرة
5 بهذا الشكل. رح ننتقل لتمرين أثناء الوقوف، ومثل ما حكينا بنخصص على موضوع المكاتب. رح ناخذ الكرسي بالوضع الخلفي إلى من هذه الوضعية هاي، تقريبا الجسم رح يكون بشكل مستقيم إلى أمام، قليلا في انحناء إلى الخلف، فتح القدمين. رح نستخدم الكرسي مثل ما حتشوفوا لستريتش الأذرع. فازا أقدام بهذه الوضعية، رح ننزل نصف سكوات، نطلع 2، نطلع 3. أربعة، خمسة. فإذن هذا كان بالنسبة لتمرين الأول. أيضا في عنا تمرين آخر رح نستخدم فيه الضغط، خصوصا للأكتاف والقسم العلوي من الظهر، نفس الحركة، لكن هالمرة رح تكون الظهر الجسم أقرب قليلا إلى الكرسي. ناخذ هالوضعيه، الاقدام بشكل مغلق كامل. طيب رح ننزل، نطلع 2، نطلع 3، نطلع 4، نطلع 5، نطلع. الفائدة من هذا النوع من التمارين، كل قرفصاء رح يكون فيه شد، بالقرفصاء النهائي رح يكون فيه شد للعضلات القطني، الفقرات عفوا القطني والعصعصي بالظهر أثناء القرفصاء، وبالتالي الشد رح يكون كامل لأسفل الظهر، وبالتالي إراحته. شد اليدين رح يكون في سكويز لعضلات الظهر وستريتش لعضلات الصدر. ما بعرف إذا باقي معي وقت. طيب طيب في وقت. في هالشيء بدي أكد عليه، موضوع حكينا عنه قديما، موضوع الجنف أو سكاليوسز، وموضوع الجواب على بضع أسئلة. بالنسبة للسكاليوسز حكينا عن التمرين، رح نحاول نعيده مرة ثانية. رح تكون الوضعية بهذا الشكل، جلوس، شد اليد إلى الأعلى، انتصابة إلى الأعلى ليست أمام الرأس وإنما في المنتصف بهالوضعية هاي قدر الإمكان. عدد الثواني اللي ممكن نشد فيها بهالوضعية، رح ننزل لليد الأخرى، أتمنى ما نطول أكثر من 10 ثواني بكل وضعية. طبعا حاولت عم جيب الموضوع بهذه الحلقة، أنه حتى هذا النوع من التمارين مثل ما حكينا نفس التمارين ممكن نستخدمها للجنف أو السكاليوز، ممكن نستخدمها للي عندهم آلام بالظهر بشكل طبيعي بسبب الجلوس أو غيره. الستريتشنج طبعا مثل ما حكينا، الجنف راح يكون فيه مائل الأكتاف، الكتف أعلى من كتف أو أقل الكتف الآخر، وبالتالي التمارين بتمنى تكون متطابقة. حتى موضوع اليدين، فتح اليدين إلى الأمام بهذا الشكل، رح يكون في ستريتش لعضلات الظهر بالضبط، عضلات وبالأخص عضلات لوح الكتف، يكون في ستريتش فتح، مع الكفين رح يكونوا إلى الخلف. هاي التمرين اليدين مثل ما حكينا بالمرة السابقة، ممكن يد أقصر من يد، رح نحاول المدة حتى توصل إلى الوضع مطابق لليد الأخرى، رجعهم بهذا الشكل. آخر مرة رح طبق التمرين لبرا. بالنسبة للتمرين الآخر كمان حكينا عنه، الجلوس، جلوس من هالوضعية هاي. أكيد الجلوس قد يكون صعب للبعض، ولكن مثل ما كنتم شايفين الظهر مستقيم، الصدر مع الخصر أو الحوض مع الإجر بشكل تقريبا استقامة واحدة، القدم أو الركبة مثل ما ذكرت لا تلامس الأرض، ف
فقط البقاء عليها في حال حبينا نزيد فعالية هذا التمرين مجرد رفع اليد إلى الأعلى وإلى الجانب بهذا الشكل رح يكون كافي. ذكرت الموضوع في الحلقات في الحلقة الماضية في بعض عم يحس بألام أثناء تطبيق التمارين متعلقة بالسكاليوس، لكن هذا النوع من التمارين إذا عم نطبقه بنفس الوقت وبنفس المقدار أو التكرار لكلا الجانبين فأكيد فهذا أعزائي المشاهدين هي كانت فقط اليوم، إن شاء الله يكون قدرت جواب على أكبر عدد ممكن من الأسئلة. ألقاكم إن شاء الله في الأحد القادم، دمتم على خير، الله يعطيكي مروعة. بريك ولا لعندك؟ أهلا وسهلا فيك، ما أنا بحب هيك يعني مثل ما بدك. أهلا وسهلا فيك ويعطيك ألف عافية على كل هالتمارين.